محمد وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. خلاص اللحظات الأخيرة والساعات الأخيرة لاستعداد النادي الأهلي لهذه المباراة الهامة جدا أمام فريق النجم الساحلي في ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا. خليني أقول لك وأقول لكل جمهور النادي الأهلي إن الفريق خلاص مستعد بشكل كبير جدا لهذه المباراة، في حالة من التركيز عالية قوي عند لاعبي النادي الأهلي، أكيد أيضا في حالة من الجدية الواضحة على وجوه لاعبي النادي الأهلي. خليني أقول لك أيضا يا محمد إن بالتحديد بعد نص ساعة أو 35 دقيقة من دلوقتي هتبتدي أو آخر محاضرة من كابتن حسام البدري للاعبين قبل هذه المباراة، واللي أكيد هيعلن فيها التشكيل الرسمي للنادي الأهلي، واكيد هيعلن فيها الشكل التكتيكي والاسلوب والسيناريو اللي هيبتدي بيه هذه المباراه الهامه جدا امام فريق النجم الساحلي. بشكل عام نتمنى ان كل التوفيق طبعا يكون مع فريق النادي الاهلي خلال هذه المباراه، ونتمنى ان شاء الله ان الكابتن حسام البدري يكون موفق في اختيار التشكيل المناسب لاداء هذه المباراه عشان تبقى خطوه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي الافريقي ان شاء الله، وخطوه مهمه جدا نحو التاهل للدور النهائي من هذه البطوله. خليني اقول لك واكد ايضا لكل جمهور النادي الاهلي النهارده النادي الاهلي مركز ان هو يكسب المباراه ويبقى اول فوز للنادي الاهلي هنا في سوسه، ويمكن ده انجاز لاعيبه النادي الاهلي نفسهم مركزين فيه عايزين يحاولوا يحققوا هذا الانجاز طبعا بعد فترات كبيره النادي الاهلي او على مدار تاريخ لقاءات الفريقين هنا في سوسه النادي الاهلي ما قدرش انه يحقق الفوز اطلاقا، هو بس اتعادلنا معاهم قبل كده لكن ما فزناش عليهم هنا في سوسه، فده اللي ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي ناويين بشكل كبير ان هم يحققوه خلال مباراه النهارده، وده اللي اكيد بنتمنى كل التوفيق بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. يا محمد لو في اي استفسار اتفضل معاك. امير حابب اعرف منك هل في كان جلسه ما بين الكابتن حسام بدري وما بين لعيبه النادي الاهلي سريعا قبل التوجه الى ملعب المباراه؟ كنا سمعنا ان في محاضرات كبيره جدا ما بين النادي ما بين كابتن حسام بدري وما بين لعيبه النادي الاهلي، هل حدثت محاضره قبل التوجه الى الملعب ولا لا؟ بالتحديد بعد نص ساعه من دلوقتي هيكون في محاضره اخيره من كابتن حسام البدري للاعبين، اكيد هيتكلم فيها عن المباراه، هيتكلم فيها عن الشكل اللي هيبتدي بيه النادي الاهلي، التشكيل اللي هيبتدي بيه كابتن حسام البدري هذه المباراه، وده اللي اكيد ان شاء الله هيتم اعلانه للاعبين خلال هذه المحاضره. المحاضره هتكون قبل تحرك الاتوبيس مباشره بالنسبه للنادي الاهلي، التحرك هيكون في تمام الساعه 4:30. طبعا احنا في لقطات لاتوبيس الاهلي واتوبيس النجم الساحلي خلاص وصلوا بالفعل، واستعداد لاستضافه الفريقين والتحرك بالتالي في اتجاه ملعب الاولمبي بسوسه. خليني اقول لك ان نفس فندق الاقامه بالنسبه للنادي الاهلي متواجد فيه ايضا فريق النجم الساحلي، فبالتالي التحرك هيبقى جماعي ما بين الفرقتين، طبعا خصوصا ان هي يمكن مدينه مش كبيره قوي، فبالتالي في تامينات شديده جدا من وزاره الداخليه التونسيه هنا، خصوصا ان جمهور النجم الساحلي متحفز جدا لهذه المباراه. بالتالي طبعا المحاضره الفنيه كابتن حسام البدري هي اللي هيتم الاستقرار بشكل نهائي على الشكل اللي هيلعب بيه النادي الاهلي، وايضا التشكيل ان شاء الله هيبتدي بيه النادي الاهلي، واكيد نتمنى كل التوفيق بالنسبه للفريق في هذه المباراه. خليني ايضا اقول لك ان في استعداد كبير جدا من لاعيبه النادي الاهلي نفسيا، خلاص يمكن النادي الاهلي كان عنده نشوه الفرح على فريق ترجي، لكن كابتن حسام البدري قدر ان هو طبعا يتعامل مع اللاعبين نفسيا طبعا، وعدم التركيز في الفوز الاخير الغالي جدا على فريق ترجي، خلاص صفحه وطويت تماما، احنا دلوقتي في خطوه جديده، خطوه اهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي في مشوار البطوله. النادي الاهلي لسه ما حققش حاجه، النادي الاهلي عايز يحقق بطوله دوري ابطال افريقيا، ان شاء الله المشوار يكتمل من خلال مباراه اليوم، وان شاء الله نتمنى النادي الاهلي يحقق فيها نتيجه ايجابيه، واكيد ان شاء الله نتمنى هو يكون الفوز النهارده ان شاء الله قبل العوده في مصر ان شاء الله، والنادي الاهلي يوصل هذا المشوار الافريقي. لكن خليني سريعا يا محمد اقول لك ان معايا اراء بعض طبعا المتواجدين في بعثه النادي الاهلي هنا في سوسه، طبعا استاذ خالد عبد الشفيح الزميل طبعا في اذاعه الشباب والرياضه. استاذ خالد برحب بيك. اهلا يا امير واهلا قناه نادي الاهلي والاستوديو الموجود في قناه نادي الاهلي. مباراه صعبه ان شاء الله ومتفائل ولا لا؟ مباراه صعبه لكن متفائل ان شاء الله، متفائل جدا بهذا اللقاء، وان شاء الله النادي الاهلي هيحقق الفوز النهارده
على النجم الرياضي الساحلي هنا في الملعب الاولمبي بسوسه. الاهلي بيمتلك عناصر ممتازه من اللاعبين قادره على انتزاع النصر ان شاء الله، حتى لو كان اللقاء هنا في سوسه امام فريق النجم الساحلي زي ما حققناه في اللقاء السابق امام نادي الترجي التونسي، كنا نفس القصد ونفس المجموعه. ان شاء الله كلنا تفاؤل بتحقيق الفوز النهارده على النجم الساحلي. الاهلي زي ما قلت لك مدير فني مركز جدا جدا الفتره، حتى العدوى هنا في تونس عملت وخلقت نوع كبير من الاريحيه والاستقرار بين افراد البعثه، وايضا هو الحب والوئام كل حاجه موجوده حلوه بين افراد اللاعبين، انما ازادت من هذا الامر. فبالتالي ان شاء الله النادي الاهلي قادر على النهارده يحقق علامه الانتصار في الحصار اليوم امام فريق النجم الساحلي، وده مش غريب عن النادي الاهلي العظيم. ان شاء الله يفوز ويصل لنهائي الشامبيونز ليج الافريقي بمجموع اللقاءين، ويمثل مصر كاس عالم الانديه القادمه في ابو ظبي ان شاء الله. النتيجه كده توقعات ان شاء الله النادي الاهلي يفوز بهدف من خلال كونتر اتاكس، من خلال هجمه مرتده هيعمل عمق دفاعي. كونتر اتاكس النهارده قد تكون اليوم هي كلمه سر النادي الاهلي، لدغه العقرب النهارده ممكن تتحدث لصالح الاهلي ويفوز بهدف نظيف ان شاء الله، انما لمين ما اعرفش، انما ان شاء الله توقعات الاهلي يفوز بهدف نظيف باذن الله. شكرا استاذ، شكرا. لسه مكملين معاك يا محمد، وقبل خلاص ساعات قليله بانطلاق هذه المباراه الهامه، ايضا معايا حاج احمد عبد الصادق احد اعضاء النادي الاهلي. طبعا بتستمر في انك تكون مع الفريق في كل حته، وده شيء مميز منك بصراحه وشيء جيد جدا لمؤازره النادي الاهلي. انا طبعا مع مناظره النادي الاهلي صانع البسمه وصانع الفرحه للمصريين مش للاهلاويه بس، وان شاء الله النهارده. بس هو مع اختلاف شويه الملعب، يعني ملعب رادس شويه احسن من ملعب هنا، احنا حضرنا اكتر من مباراه هنا، الملعب ضيق، الجماهير بتحتشد، كلهم هنا عندهم طبعا تحفظ كبير جدا 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 جدا، لانه عارفين قيمه وقامه النادي الاهلي، لان النادي الاهلي اسم كبير. زي ما احنا عارفين، احنا مش عاوزين نقول الترجي كان اقوى من النجم، لان الملعب وقت المباراه الموضوع بيختلف كتير. اللي بينزل ان شاء الله، يعني ان شاء الله يكون طبعا النادي الاهلي هو المستحوذ اكتر على خاصه نص الملعب. نبادر بالتهديف على اساس نكسر حته ان احنا ما فوزناش على النجم الساحلي هنا في سوسه، وان شاء الله يكون النهارده ده اول فوز لينا، وكلنا وعندنا ثقه زي ما انا قلت لك قبل كده ان مع النادي الاهلي احنا ما بنفقدش الثقه دايما. النادي الاهلي زي ما قلت لك صاحب البسمه للمصريين كلهم مش للاهلاويه بس. مين ممكن يحرز الاهداف النهارده من لعيبه النادي الاهلي، وشايف مين ممكن يتالق ايضا؟ والله انا يعني انا مش عاوز اخص حد باسمه، لانه هم 11 راجل ويكونوا 11 راجل في الملعب. ممكن يكون اجاي النهارده ممكن هو يهدف، واتمنى يكون وليد ازارو على اساس لعيب طبعا صغير السن عاوز ثقه، بيبذل مجهود غير عادي في المباراه، وربنا يكرمه النهارده ويكلل المجهود ده بهدف، يكون هو ده اول حاجه اول سلمه يطلع بيها السلم مع النادي الاهلي ويكون هداف النادي الاهلي، لان الولد ده بصراحه انا شايف لعيب ممتاز جدا 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 جدا، بس هو عاوز بعض الخبرات يعني. شكرا حاجة. لسه متواصلين معاك يا محمد، وفي بعض الجماهير ايضا متواجده هنا، برحب بيك في البدايه. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي محمد المهدي وانا ليبي مقيم هنا في تونس، وانا مشجع قديم للاهلي المصري. والله تعرف مين لعيبه الاهلي؟ عماد متعب والمدرب حسام البدري. شايف المباراه طب النهارده ازاي، وتوقعاتك ليها ايه؟ والله توقعاتي ليا المباراه ان هتنتهي 2-1 للاهلي المصري، عشان فريق باهي وقوي شوي، قوي قصدي رقم واحد في مصر. رايح الملعب؟ لا والله اليوم راجع لتونس العاصمه، بس ان شاء الله ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يفتح لي فرصه نتفرج على الاهلي المصري مره اخرى، وان شاء الله ربي يوفقهم. توقعاتك للماتش؟ 2-1 للاهلي. مين يجيب الاهداف؟ عماد متعب. عماد متعب قول ايه؟ لسه متواصلين يا محمد، وايضا معايا بعض الجماهير هنا، برحب بيك في البدايه. ليبي برضه؟ ليبي برضه طبعا. شايف المباراه ازاي، وانت بتأزر الاهلي ولا بتشجع فريق؟ والله ان شاء الله الاهلي، لان نحب الحمراني والله، ان شاء الله الاهلي، وان شاء الله الفوز الاهلي، وفريق قوي وفريق ما شاء الله يعني ما شاء الله فريق كام؟ والله ان شاء الله 2 شيء ان شاء الله باذن الله، 2 شيء ان شاء الله، واتمنى لو بنفوز ان شاء الله باذن الله لان فريق. شكرا يعني. ايضا عايز اخذ رايك سريعا في المباراه، توقعاتك؟ توقعاتي 2 شيء ان شاء الله للفريق الاهلي المصري ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله ترحموا يا الله يا كريم.
ان شاء الله جمهور مصر. توقعاتك للمباراه النهارده؟ الاهلي المصري 2-2 ان شاء الله، نتمنى ان يفوزوا فريقنا الاهلي المصري، واحنا ماشيين بنساندوهم في الملعب توا وقلبا وقالبا مع الاهلي المصري، ونتمنى الفوز 2-2 ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله يكونوا رجاله. لسه مستمرين معاك يا محمد، معايا اخر لقاء مع طبعا استاذ محمد حميده طبعا الاعلامي الكبير. استاذ محمد برحب بيك في البدايه. اهلا بيك كابتن امير، وبرحب بيك وبرحب بالزميل احمد يحيى والزميل المخرج محمد دكروري، كل فريق العمل عندك في الاستوديو بمصر، وكل الساده المشاهدين مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. ويا رب النهارده تكون مباراه فيها خير لينا وخير للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي، الكل متفائل. يمكن عندنا وصلنا النهارده الحمد لله انا محمد رمضان كشركه راعيه للنادي الاهلي، وجايين نساند الفرقه زي ما كنا معاهم في مباراه الترجي، في تفاؤل. انا جاي حتى اول ما وصلت الاوتيل هنا، اول ما وصلت المعسكر قابلت كابتن سمير عدلي، كابتن سعيد، كابتن سيد عبد الحفيظ، قابلناكم، حسينا ان في نوع من نوع التفاؤل، في الحمد لله ثقه بالنفس. كان قرار ايجابي من الكابتن حسام البدري والجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ ومجلس الاداره ان الفرقه تفضل هنا في تونس في معسكر قبل مباراه النجم، بياخدوا حساسيه المدينه. يمكن النهارده واحنا جايين من تونس للسوسه طول الطريق فيها سيارات كتير فيها جماهير للنجم، رغم ان مش من دي ناس جايه من تونس، من خارج مدينه سوسه. اذا واضح ان تونس كلها النهارده بتساند النجم، وده طبيعي في كوره زي ما برده في مصر كل الانديه المصريه، وزي ما شفنا التصريحات الكل بيساند النادي الاهلي في مباراه النهارده وفي مباراه العوده في اخر اكتوبر ان شاء الله. يمكن دلوقتي واحنا واقفين هنا واحنا على الهوا زي ما انت كنت بتتكلم قبل ما تطلع هوا معايا يا كابتن امير، ان الجماهير بره امام الاوتيل بالعربيات وبالسيارات وفي الباصات باعلام من النجم الساحلي متجهين على الملعب، وطبعا بيجوا يعني زي نقول ايه حاله، عايزين يوصلوا حاله نفسيه لعيبه النادي الاهلي ان الجمهور موجود وموجود حوالين الاوتيل، لكن بصراحه بكل روح رياضيه بيشجعوا فريقهم ومفيش اي مشاكل. دي حاجه كويسه، لعيبه النادي الاهلي زي ما احنا شفناهم على الغدا في ثقه، لعيبه واثقه من نفسها ان شاء الله. مباراه الترجي هتبقى فيها نوع من الانواع الايجابيه النفسيه على اللاعبين، هتعود بالنوع ايجابي باذن الله على مباراه النهارده. ناقصنا التوفيق. عايز اشكر جماهير الاهلي اللي موجوده من يوم مباراه الترجي اللي موجودين لسه في تونس ما راجعوش لمصر، وعايز اشكر كمان جماهير الاهلي اللي جت في الطيارات من الجمعه والسبت النهارده. يمكن احنا النهارده كان موجود معانا على الطياره جمهور جاي من مصر جاي يزور النادي الاهلي، الكل في انتظار الفرحه النهارده ان شاء الله، عايزين نتيجه ايجابيه. يمكن انا يعني عايز اقول نتيجتين قبل ما تسالني، لو هتسالني نتيجتك ايه، نتيجه يوسف ابني وجانا بنتي. يوسف ابني متوقع 1-0 للنادي الاهلي، وجانا بتقول لي 3-0 للنادي الاهلي. رب جانا يبقى كلامك صح. احنا عايزين الفوز، عايزين الثلاث نقط. 3-0 تبقى حلوه، يبقى صعدنا من هنا ان شاء الله. طبعا احنا يهمنا النتيجه الايجابيه النهارده ان شاء الله كابتن امير، توفيق للفرقه النهارده، وان شاء الله نعمل لقاء ثاني معاك بعد المباراه واحنا فرحانين وسعداء باذن الله، ونتمنى برضو التوفيق يوم 8 لمنتخب مصر، ودي الكل ورا منتخب مصر. نبدا بالاهلي النهارده ونبارك ان شاء الله، ونبارك يوم 8 لمنتخب مصر ان شاء الله. شكرا كابتن حميد. شكرا كابتن امير. شكرا شكرا. طبعا محمد، دي كانت الاجواء هنا من فندق الاقامه الخاص بفريق النادي الاهلي قبل خلاص ساعات قليله جدا من انطلاق هذه المباراه الهامه جدا في ذهاب دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا، واللي اكيد نتمنى فيها كل التوفيق بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه. خلاص دقائق وفريق النادي الاهلي هينزل للمحاضره، بعديها مباشره هيتم التوجه للملعب الاولمبي بسوسه عشان يوصل النادي الاهلي قبل ساعه ونصف بالتحديد من انطلاق هذه المباراه، واللي هتنطلق في تمام الساعه 6:30 مساء بتوقيت تونس، 7:30 مساء بتوقيت القاهره. نتمنى الساعه 9:30 مساء ان شاء الله بتوقيت القاهره نكون فرحانين بفوز النادي الاهلي النهارده، وتكون خطوه كبيره جدا في تاهل الفريق ان شاء الله.